اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نتواصل معكم في صباح الشروق. وصلنا الى الرياضه كما تابعتم مجمل المشاهد والاهداف والمهارات من المستطيل الاخضر. شكرا احمد محمود على هذه الماده. بالمناسبه انت تمتلك مهارات مميزه، كانك تشاهد نفسك وتضع هذه الماده للمشاهد. نتواصل مشاهدينا، عثمان الاسباطي ينضم الينا الان للتحليل لابرز الاحداث الرياضيه على المستويين المحلي والعالمي. اهلا بك، صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي الشروق. اهلا بك كثير. نبدا من مواصفات المدربين الاجانب للمنتخبات الوطنيه، ورئيس الاتحاد شداد يضع لها مواصفات معينه. نعم، يمكن امس شداد كشف لموقع كوره عن المواصفات المدربين الاجانب اللي المفروض استخدمهم الاتحاد الكره للمنتخبات المختلفه، خاصه بعد لقاء الوفد من الاتحاد العام مع رئيس مجلس السياده الفريق عبد الفتاح البرهان، اللي اكد على دعم الدوله للرياضه والتزم بصيانه استادات الخرطوم والهلال والمريخ وعدد من الملاعب الاخرى، مع الالتزام بدفع رواتب مدربي المنتخبات. فالاتحاد العام في اجتماعه الاخير امن على اختيار مدربين اجانب اثنين، واحد يشرف على المنتخب الاول والاولمبي، والثاني يشرف على منتخب الشباب والناشئين. الامس شداد تحدث عن المواصفات، كان في حديث داير عن انه المدربين اثنين من دوله واحده. شداد نفى هذا الحديث واكد انه المواصفات تختلف، انه المدرب يكون في مدرب منتخب الاول والاولمبي، مدرب ما يكون سيرته الذاتيه جيده ومميزه وعمل من قبل في افريقيا حتى انه يكون يساعد في عمله مع المنتخبات. اما المدرب المنتخب الخاص بالناشئين والشباب اكد انه يكون مدرب لديه خبره في كبيره في العمل في جهاز الناشئين والشباب، حتى انه يطور من المنتخبات الصغيره لتكون نواه للمنتخب الاول والاولمبي في المستقبل. كما اكد على اشتراطه انه المدرب لازم يتحدث اللغه العربيه، حتى انه اللاعبين صغار في السن يعني يفهموا التوجيهات وخطط والتكتيكات. فدي المعايير اللي حددها رئيس الاتحاد، وهو اكد على انه هم بيدرسوا في عدد من السيره الذاتيه لاختيار اكفأ المدربين. ونتمنى انه طالما في الدوله متكفله بالرواتب، نتمنى انه الاتحاد العام يدقق في التمحيص ويكون المدربين القادمين للمنتخبات مميزين جدا، لديهم سيره ذاتيه مرصعه بالانجازات وخبرات كبيره، حتى لا نفاجئ بمدربين متواضعين القدرات كما يعني الكرواتي زافراتكو الذي لم يقدم اي شيء للمنتخب الاول. من نكون في مدربين على مستوى حتى انه يعني يحققوا النجاح مع المنتخبات ويساهموا في تطور المنتخبات وقيادتها الى منصات التتويج او اغلاها للوصول الى المحافل الدوليه على المستوى الافريقي. الهلال والنجم الساحلي في قمه مهمه جدا للفريقين، النجم يحاول انه يمضي في هذه البطوله ولا يخسر اي نقطه برصيد كارليز على النقطه التاسعه في المجموعه. الهلال يريد ان يوقف انتصارات النجم الساحلي ويريد ان يحصد يعني يحصد نقاط هذه المباراه اذا كانت نقطه او ثلاث خارج الديار، لتعينه ايضا باعتباره واحد من المرشحين ويمتلك حظ اذا امن بحظوظه في هذه المجموعه. نعم، المباراة صعبة جدا على الهلال اعتبار ان المباراة تقام خارج الارض، ومع النجم الساحلي المعروف من اقوى فرق المجموعة حتى الان، تصدر صحيح. المجموعة برصيد 6 نقاط، فاز على الاهلي في رادس، وفاز خارج ارضه على بلاتينيو وزمبابي في زمبابي ب3 اهداف ثلاثيه خارج الديار. نعم. هو الان الافضل في المجموعه بمقاييس المستوى الفني وتصدر المجموعه، وفوزه على الاهلي المرشح كان من قبل الفنيين لتصدر المجموعه منذ البدايه، ولكن النجم غلب كل الموازين وحقق انتصارات مهمه، وده يؤكد صعوبه مهمه الهلال. صحيح مستوى الهلال تراجع كثيرا في المباراه الاخيره، اخر اربع مباريات الدوري الممتاز الجماهير لم تكن راضيه على مستوى الفريق، في مستوى كل الخطوط كان اداء غير مرضي، وده في اسباب كثيره، يعني هو الهلال نفس اللاعبين اللي حققوا الانجازات، ولكن تعدد المدارس التدريبيه، الكوكي، صلاح مدادم، نداي، في النهايه حماده صدقي، يعني تعدد المدارس التدريبيه وكل مدرب يلعب بطريقه لعب محدده، ده ساهم في انه تذبذب مستوى عدد من اللاعبين. عاصم وليد الشعله او محمد موسى كان في تراجع واضح. علاوه على ذلك الهلال يعاني من نقص صحات في خط الدفاع، ده ادى لتوليف عبد اللطيف سعيد وسمان المرغني في خط الدفاع، هذه كلها نقاط يعني ممكن الهلال عانى منها خلال الفتره الماضيه، لكن نتمنى انه المدرب حماده صدقي يعني رغم انه غله الفتره، الميزه الحسنه الوحيده انه يعني حماده صدقي هو مدرب مصري وعربي وما بعيد عن الكره السودانيه، فبالتالي ممكن ده يساعده الفتره القصيره في انه يمكن يضع خيارات جيده للمباراه رغم صعوبه المهمه. برايك كيف يدخل الهلال لهذه المباراه؟
الهلال دايما عودنا في المباراة الافريقيه بتواضع في المباراة المحليه. الكل توقع خساره كبيره امام الاهلي المصري قياسا بالمستوى على مستوى الدور المحلي ومباراه بلاتينيوم والفخرطوم، ولكن الهلال فاجأ الجميع. صحيح هو في الشوط الاول لم يكن جيدا وكاد الاهلي ان يفوز بنتيجه كبيره، ولكن تماسك في الشوط الثاني وقدم عرض كويس وتمكن من تسجيل هدف. فبالتالي الهلال مع حكم خبرة اللاعبين الأفريقية، اللاعبين لعبوا مع الهلال كثيرا أفريقيا ومع المنتخب الوطني، على غرار الشغيل، أبو عاقلة، وليد الشعلة، جمال سالم في تعويل كبير عليه لاعتبار خبرته، وهو ساهم في نتائج جيدة في مباراة الأهلي، يعني أنقذ عدد من الأهداف. الهلال يملك عناصر جيدة جدا، حال توظيفها بشكل جيد، ودائما الهلال يلعب خارج أرضه بشكل جيد، والمباريات الكبيرة دائما اللعيبة عودونا على الظهور المميز، ونحن يعني بنعول على قدرات اللاعبين أكثر في هذه المباراة. أعتبر المدرب لديه فرصة قصيرة، في لم تمنحه فرصة كافية للتعرف على قدرات اللاعبين بشكل جيد، ولكن نعول كثيرا على قدرات اللاعبين. نتمنى أنه رغم صعوبة المهمة الهلال يعود بنتيجة إيجابية حتى تساهم في تعزيز حظوظه في المباراة القادمة للتأهل عبر أول أو ثاني المجموعة. نعم، لأن النجم الساحر صحيح يفقد عدد من اللاعبين، صدام في خط الدفاع هو النجم الأول، استعاد خدمات أمين بن عمر، أمين بن عمر عاد، وهو رغم عاد من إصابة من فترة طويلة لم يكن جاهز بشكل كافي، ولكن المدرب قد يدفع به في أي وقت. أيضا جوانزاليس المهاجم الفنزويلي يقيب، هي أوراق رابحة بالتأكيد للإتوال، ولكن الفرق الكبيرة دائما لا تعتمد على لاعب أو لاعبين، فبالتالي النجم الساحلي أي لاعب يدفع به في المباراة هيكون مميز. لكن نتمنى أنه الهلال اللاعبين يقدروا المسؤولية ويلعبوا بمستوى عالي، إذا تحد يعني تحدوا حاجز الخوف من الفرق الكبيرة ولعبوا بمسؤولية ممكن يعودوا بنتيجة جيدة من تونس. نعم، أهلي وروي وهلال الفاشر في مباراة الدوري الممتاز. يعني قبل ان نمشي المباراه دي نشير انه الاهلي المصري هيواجه بلاتينيوم اليوم في القاهره. نعم. في ذات المجموعه هي مباراه تهم الهلال. الاهلي مرشح للفوز على اعتبار المباراه في القاهره، وهو يسعى لتواصل نتائج جيده حتى انه ينافس على الصعود عبر المركز الاول او الثاني، وهو لا يفرط على اعتبار المباراه تقام في القاهره. اليوم صحيح في الدوري الممتاز مباراة وحيدة بين أهلي مروي، تقام في كريمة بين أهلي مروي وهلال الفاشر، مباراة مؤجلة من الجولة ال 15. الفريقين يعني الأهلي تحديدا لم يقدم المستوى المطلوب، هو في المركز ال 14 في الترتيب برصيد 13 نقطة. يعني الأهلي قياسا منذ صعوده في الدوري الممتاز كان قدم عروض جيدة ووصل لمراكز متقدمة، هذا الموسم تراجع كثيرا. هلال الفاشر يعني بعد الحادث المشؤوم والذي أدى لوفاة المدرب واللاعب عادل كرومة حقق نتائج جيدة وانتفاضة، فاز في ثلاث مباريات متتالية على الحياة العرب وعلى فرق كبيرة، وهو الآن في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، هو أفضل فنيا من الأهلي، ولكن الأهلي خبرته أكبر. متوقع أن المباراة تكون قوية بين الفريقين. نعم، للحصول على النقاط، حتى انه يعني الهلال الفاشر يسعى للوصول الى مركز الوسط والاهلي لتفادي الخروج من المؤخر. واحدة من اللقاءات القادمة والتي تشهد استعدادات المريخ وهلال الابيض. نعم، المباراة هتكون يوم الاثنين في اختام مباراة الفريقين في الدورة الأولى، المريخ وهلال الابيض. المريخ مفرد بصدارة الدور الممتاز بفوزه الأخير واعتلى الصدارة، لكن مباراة هلال الابيض دائما صعبة. الهلال الابيض يلعب بقوة رغم تراجعه، يعني هو في المواسم نعم. الثلاثة الأولى من صعوده أو الأربعة حقق نتائج جيدة، حتى فاز على الهلال المريخ في ملعبه في الخرطوم ووصل الكونفدرالية، وصل المراحل المتقدمة منه، ولكن هذا الموسم تراجع بشكل كبير، هو الآن في المركز التاسع أو العاشر برصيد 20 نقطة، ولكن المريخ لا يسعى للفوز ولا يفرط، حتى انه تبقى له التنافس المحلي فقط بعد خروجه من دوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه. التركيز اصبح منصب على بطوله الدوري الممتاز وكاس السودان، فبالتالي لن يفرط في مباراه خاصه مباراه غام في الخرطوم، يسعى للفوز حتى يتقدم الصداره، لانه الهلال يضيق الخناق عليه والامل عطبره وحي العرب في تنافس كبير على الصداره في الدوره الاولى. الوادي نيالا يعسكر في الدوحه. نعم، يعني دي كانت من المفاجآت انه حتى الهلال والمريخ هذا الموسم اكتفوا معسكرات داخليه. نعم. باعتبار انه الظروف الماليه الصعبه اللي مر بها الانديه السودانيه عموما بشكل عام، ولكن الوادي نيال اكد مسؤولينه امس انه سيعسكر الفريق بعد ختام الدوره الاولى استعدادا للدوره الثانيه الممتاز، واكد انه رعاه النادي هو في حديث عن انه الدعم السريع يرعى النادي، انه تحدثوا مع المسؤولين في الاتحاد القطري اللي ابدوا موافقته، وحيغادر الفريق قبل نهايه مباراته في الدوره الاولى لعقد معسكر في الدوحه استعدادا للدوره الثانيه واداء عدد من المباريات الوديه، وهو يمكن يشكل اضافه للوادي نيال، حتى انه هو ملك التعادلات الان، حقق تعادلات كثيره في الدوري وفي مركز متاخر مقارنه بمستوى الفريق واسمه، وبالتالي معسكر ممكن يضيف له الكثير حتى انه يعود للدوره الثانيه، وشكل الدعم ايضا في الاونه الاخيره. صحيح. أريد أن أتحدث أيضا عن القائمة التسويقية الإفريقية والعربية التي تصدرها الأهلي المصري تلاه الزمالك. الهلال والمريخ يعني أين هم من هذا؟ هو صحيح فرق كبير جدا، أمس يمكن مركز يعني موقع ترانسفير ماركت
يعني عد هذه القائمة، صدر الأهلي برصيد 32 مليون يورو، وحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 21 مليون يورو، وبيراميدز يمكن له موسمين في الدوري المصري هو في المركز الثالث برصيد 20 مليون يورو، وفي الترجي التوني الرجاء البيضاء المغربي يمكن في المركز السابع برصيد 15، والوداد في المركز ال 13 برصيد 13 مليون يورو. يعني دي قائمة تسويقية لأقنع الأندية من ناحية تسويقية ماليا، وضع طبيعي أن هناك في سيستم الأهلي المصري ميزانية كبيرة جدا وكل الفرق، لكن أنديتنا السودانية بتعتمد على دعم الأقطاب ومساهمة الأفراد، ما في أندية في شركة مساهمة عامة أو طرح، يعني حتى الأندية لا تستفيد من عائدات تسويق الشعار وكذا، وبالتالي الأندية هناك في سيستم ونظام محدد لترتيب الأوضاع المالية، فهو الوضع التصنيف ليس غريبا على اعتبار أنه المريخ اعتمدوا حتى الآن على دعم الأقطاب، يعني يعانوا ماليا حال أنه أي قطب أو أحد في مجلس الإدارة أحجم على الدعم تكون معاناة حتى على مستوى رواتب اللاعبين. يعني فحسب الموقع أنه الهلال والمريخ لا يتعدى الفريقين لا يتعدى ميزانيتهم مليون و500 يورو فقط. نعم، يعني هذه علامات استفهام كثيرة، نحن كأننا بعيدين تماما عن الاحتراف. نختتم بالدوري الإنجليزي، ليفربول بعد أن عاد بطلا لأندية العالم استطاع أنه يتفوق برباعية على ليستر ليقدم واحد من المستويات الجميلة، ربما يعيد الأثناء ذلك الموسم المميز لليستر سيتي عندما حاز دوري قبل سنوات قليلة. ليفربول استطاع أنه يسحق ليستر سيتي برباعية. تنتظر مباراة مهمة جدا مع ويلفر هامبتون. ويلفر هامبتون يعني حقق المفاجأة، إن لم تكن هناك مفاجآت في واحد من أقوى الدوريات العالمية، الدوري الإنجليزي الوحيد المستمر الآن، والسيتي خسر يعني من هذا النادي. ويلفر هامبتون سيقابل الآن ليفربول. نعم، يمكن الدوريات كلها متوقفة لأعياد الميلاد والكريسماس، والدوري الإنجليزي هو الوحيد اللي بيلعب كل موسم عندهم البوكسين دي، هتلعب اللي هي من 26 ل 28 ديسمبر كل عام، وهي البوكسين دي في حديث بتكلم عن انه هي الانجليز بيقدموا يعني دعم مالي للفقراء في اطباق في هذه الفتره، وهناك حديث انها هي مباريات الملاكمه تقام في هذا التوقيت. البوكسنج دي دائما في حضور كبير جدا على اعتبار انه في عطله، فبالتالي كل العائلات الانجليزيه في هذا التوقيت تحرص على حضور المباريات. الدوري الانجليزي الاتحاد الانجليزي يعني كل عام يسعى انه يكون في ضغط مباريات من 26 ل 28، يكون في يعني 3 اسابيع لعبه بوضع ضغط للشاهد. يمكن امس مانشستر سيتي حيلعب امس لعب امس امام ولفرهامبتون، حيلعب غدا امام شيفيلد يونايتد. صحيح الليفر يقدم افضل عروض له وبطل العالم للانديه، وهو الساعي لاحراز لقب البريمير ليج بعد 30 عام، يعني اخر تتويج كان عام 1990، وهو يقدم عروض مميزه على المستوى العالمي، ودوري ابطال اوروبا تاهل للدور الثمن النهائي وتوج بكاس العالم للانديه، والان يتصدر بفارق 13 نقطه بعد اكتساحه لليستر سيتي. سيواجه غدا ولفرهامبتون اللي هو حقق مفاجاه امس وفاز على مانشستر سيتي ب3 اهداف مقابل هدفين. الليفر يعني رغم انه ولفرهامبتون من الفرق القويه جدا، السيتي ولكن المتراجع ايوه هو مرشح للفوز غدا لمواصله المسيره والصداره ليوسع الفارق. السيتي رغم خسارته برباعيه، ليستر سيتي لا زال حافظ على المركز الثاني برصيد 39 نقطه، فارق نقطه وحيده عن السيتي لانه خسر. ليستر سيتي حيواجه وستهام اليوم، ومانشستر سيتي هيلعب غدا امام شيفيلد يونايتد. ايضا فريق توتنهام فاز على برايتون، وسيواجه نورتش سيتي بقياده مورينو، حقق انجازات انتصارات متواصله، هو الان في المركز الخامس، الفرق بينه وبين تشيلسي نقطتين فقط. تشيلسي ايضا سيواجه ارسنال غدا في مباراه صعبه للفريق. نعم، شكرا جزيلا عثمان الاصباط، سعدت جدا برفقتك عبر هذه المساحه والملف الرياضي ناقشناه. شكرا لك وشكرا لمشاهدي الشروق. كما قال عثمان شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الأعزاء، تقبلوا تحايا فريق العمل لهذا اليوم وتحيتي أيضا. غدا فريق عمل الجديد يلتقي بكم، صباح جديد من صباحات الشروق، وعلى مدى هاتين الساعتين يمضي التواصل ويبقى الود بيننا دائما. مع السلامة.